مساء الخير والمحبة، مساء الفرح والسرور، مساء البهجة والضياء، مساء رائع وجميل من مساءات عمان الغالية، مساء رمضاني بهيج يجمعنا وإياكم في ثالث أيام الشهر الفضيل وفي برنامج المسابقات أصداف وأهداف. السلام عليكم، أنا شيخة. أهلا بكم أصدقاء الأطفال مرة أخرى. اليوم ثالث أيام شهر رمضان الفضيل، شهر الرحمة والغفران. أعتقد أنكم خلاص عرفتوا أجواء برنامج أصداف وأهداف، عرفتوا المسابقات، الخنجر، الحصن، المها، اللبانة، كل هذه المسابقات وكل هذه أسماء المسابقات طبعا مشتقة من البيئة العمانية، يعني أكيد خضيتوا على جو برنامجنا. طبعا نرحب بجميع زملائنا الموجودين معانا في الاستديو واللي دائما كذا يدردشوا ويسولفوا مع المتصلين وايضا يساعدوهم عشان يجاوبوا الاجابه الصحيحه. مساء الخير يا عبد الله. مساء الخير يا امجاد. مساء الخير لاعزائي المشاهدين واصدقاء الاطفال. ها هو اللقاء يتجدد معكم اصدقاء الاطفال اعزائي المشاهدين. يسعدني ان اصحبكم في هذه الحلقه متمنيا لكم قضاء وقت ممتع ومفيد، فاهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا فيك يا عبد الله. ايضا نرحب بزميلنا المبتسم دائما عزان. السلام عليكم يا عزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أعزائي المشاهدين، أحبائي الأطفال، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المسابقات اليومي أصداف وأهداف. اهلا وسهلا فيك يا عزان. ايضا نرحب بزميلاتنا الموجودات معنا في الاستديو. مساء الخير يا مروة. مساء النور امجاد. اسعد الله مساءكم اصدقائي الاطفال ومشاهدينا الاعزاء. اتمنى لكم اطيب الاوقات معنا واتمنى لكم الاستفاده والافاده. ان شاء الله راح يقضوا معنا اوقات حلوه واكيد راح يستفيدوا. اهلا وسهلا فيك يا مروه. وايضا زميلتنا ميثاء. مساء الخير يا ميثاء. مساء النور امجاد. مساء النور اصدقائنا الاطفال. في هذا اليوم احب ان ارحب بكم اصدقائنا الاطفال واقول لكم ابتسموا، فان الابتسامه تبعث الراحه في قلوبكم. ابتسموا تبتسم لكم الدنيا. اذا ابتسموا تبتسم لكم الدنيا. اهلا وسهلا فيك يا ميثاء. اصدقائي الاطفال، طبعا طريقه المشاركه معنا في البرنامج جدا سهله. اذا حبيتوا انكم تشاركونا في مسابقات برنامج اصداف واهداف، ما عليكم غيركم ترسلوا رساله نصيه بكلمه اصداف الى الرقم 91213، هذا لمشتركي عمان تيل، اما لمشتركي شبكه اريدو فالرقم هو 91816. ولما ترسلوا الرساله راح ياتيكم سؤال وعند الاجابه عليه بطريقه
بطريقة صحيحة سيدخل اسمكم في جهاز الحاسب الآلي وسيكون مرشحا للمشاركة في البرنامج وأيضا لدخول السحب اليومي على 300 ريال عماني مقسمة على 3 فائزين لكل فائز 100 ريال عماني. وعلى بركة الله نأخذ أول مكالمة في ثالث حلقة من برنامجنا. معانا مؤيد. مساء الخير يا مؤيد. كيف حالك يا مؤيد؟ الحمد لله. مؤيد انت كم عمرك؟ 12. 12 سنة. مؤيد من جالس يقول لك؟ ها من جالس يساعدك جنبك؟ ها؟ أمك الله يخليها لك إن شاء الله. مؤيد جاهز اللعبة؟ جاهز المسابقة؟ نعم. يلا نعم بما أنك جاهز ومستعد وشكلك نشيط اليوم نشوف شيخة إيش راح تختار لنا. يلا يا شيخة. مؤيد إيش تتوقع تختار لك شيخة؟ هاي مؤيد إيش اللعبة اللي أكثر شيء المسابقة اللي أكثر شيء تحبها؟ لبان. اللبانة؟ نعم. يلا زين شوف يا شيخة إيش راح تختاري له؟ ها شيخ اختارت لك الحصن شكلها شوي تعالي شيخ ما عليه. مؤيد نعم تعرف مسابقة الحصن؟ ها ولا نشرح لك اياها؟ وضحي لي. يلا بوضح لك ان شاء الله بس عزام اللي راح يوضح لك وركز معاه. يلا يا عزام عطي المسابقة. بالنسبة للمسابقة يا صديقي فهي عبارة عن وجود 4 إجابات مختلفة مع زملائي وإحدى هذه الإجابات تحمل معلومة صحيحة وعلى المتصل اكتشافها وسيحصل على 25 ريالا وإذا استطاع صياغة سؤال من هذه المعلومة سيحصل أيضا على 25 ريال أخرى ويصبح مجموع جائزته 50 ريالا. أما إذا أخطأ في صياغة السؤال من خلال المعلومة فسيحصل على 25 ريالا. إذن هذه هي مسابقة الحصن مع عزان. جاهز المسابقة يا مؤيد؟ نعم. يلا نشوف المعلومات أو الكلمات موجودة مع زملائي. نبدأ معك يا عبد الله. المعلومة يا صديقي مؤيد المصباح مخترع نوبل. المصباح مخترع نوبل. عزان عطي المعلومة الثانية. ركز يا مؤيد المصباح مخترع أليسون. المصباح مخترع أديسون. المعلومة الثالثة معاك يا مروة. أما المعلومة اللي معاي يا صديقي مخترع المصباح نيوتن. مخترع المصباح نيوتن. والمعلومة الرابعة معاك يا ميتا. والمعلومة الأخيرة يا صديقي مؤيد المصباح مخترع مندل. المصباح مخترع مندل. هذه هي المعلومات يا مؤيد. يلا إيش المعلومة الصحيحة؟ ها يلا صوتك ما واضح. المصباح مخترع ها قول انطقها مره ثانيه يا ابو ايد. رقم 2. رقم 2 اذا قولها مره ثانيه. أديسون. شاطر يا مؤيد وبالفعل إجابتك صحيحة وفزت معانا ب 25 ريال عماني. تكمل؟ يلا. نعم. يلا الحين لازم تسوي لي تصيغ لي سؤال من هذه المعلومة يا مؤيد. يلا حاب حد يساعدك شوية؟ عزام من مخترع المصباح. من مخترع المصباح. عزام شو رايك بالسؤال؟ سؤال جميل. سؤال جميل؟ نعم. يعني نال على إعجابك؟ نعم. يعني أنت تقدر تطلع أكثر من سؤال من هذه المعلومة صح يا عزان؟ صح. إنزين يلا مؤيد. نعم. إجابتك صحيحة بالفعل وبالفعل سؤالك كان جدا رائع. فزت معانا ب 25 ريال عماني. 25 و25 كم يصير عندك؟ 50. 50 ماما قالت لك؟ ها؟ نعم. يلا ما عليه ألف ألف مبروك يا مؤيد فزت معانا ب 50 ريال عماني. عبد الله خبرنا ايش رايك بمؤيد؟ ما شاء الله عليه ولد ممتاز. ما شاء الله عليه ولد ممتاز.
مثلك صح؟ صح. شو رايك ناخذ المكالمة تقول السلام عليكم؟ السلام عليكم. يلا. يلا خذ المكالمة، من معانا؟ يلا قول. ألو السلام عليكم. معانا شيخة. يلا. السلام عليكم شيخة. قولها كيف حالك يا شيخة؟ كيف حالك؟ السلام. اسألها يا عبد الله. كم عمرك شيخة؟ 8 سنوات شيخة. يلا قولها جاهزة للمسابقة؟ جاهزة للمسابقة؟ أيوه. هيا هيا هيا. يلا إذا نشوف شيخة وش حتختار لك. يلا شيخة وشيخة عاد. يلا 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 يا عبد الله. يلا شوف المسابقة معاك يا شيخة. إيش تتوقع يا شيخة؟ إيش راح يطلع لك؟ شيخة. ها؟ الخنجر. الخنجر؟ يلا يا شيخة عاد شيخة وشيخة نشوف ايش راح يطلع لك. اختارت لك مسابقة اللبانة. يلا حظك جاء على مسابقة اللبانة. جاهزة؟ ايوه. تعرف المسابقة؟ ايوه. اكيد؟ ايوه. يلا نقول بسم الله ونشوف السؤال مع بعض معاك يا شيخة. يلا سؤالك يقول يا شيخة، لأي محافظة تتبع ولاية مرباط؟ لأي محافظة تتبع ولاية مرباط؟ يلا وعندك الوقت يا شيخة. صفار. عبد الله. يلا تساعده. صفار. إجابتك صحيحة. انتقلت ظفار صح؟ صحيحة صحيحة. أيوه. صحيحة يا عبد الله؟ إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. صحيح. يقول لك إجابة صحيحة. ها شو رأيك يا عزان؟ عندك رأي آخر؟ إجابتها صحيحة وسريعة، أقل من 10 ثواني هي بسرعة جاوبت. إذا قول ما شاء الله يا عزان. ما شاء الله عليك يا شيخة، طبعاً فزتي معانا ب50 ريال عماني، ما شاء الله عليك كنت سريعة، أشكرك يا شيخة. عزان شو رأيك تاخذ المكالمة الثانية عني؟ باخذها عادي. بتاخذها عادي؟ اخذها. زين يلا قول السلام عليكم. الو السلام عليكم. معانا ايلاف. يلا. ايلاف. كيف حالك؟ ايلاف. الحمد لله. عزان يسألك كيف حالك؟ الحمد لله. عزان اسألها عن رمضان. يلا. كيف رمضان؟ زين. زين. صايمة؟ ايوه. هاي إيلاف صايمة نفس عزان؟ إيلاف؟ ايوه. ايوه إيلاف صايمة. يلا قولها نشوف المسابقة. نشوف المسابقة. يلا نشوف المسابقة معاك يا إيلاف. يلا ايش تتوقع يطلع لك يا إيلاف؟ او ايش تريد يطلع لك؟ اللبانة؟ يلا نشوف شيخة. يلا يا شيخة ايش راح تختاري؟ اختارت لك مسابقة المها. ما جاء حظك في اللبانة، ما علي. مسابقة المها ايضا مسابقة حلوة. تعرف المسابقة؟ ايوه شويه. ها؟ شويه. ايوه شويه. زين شوفي انت الحين عندك 20 ريال عماني، اشرحها انا ولا تشرحيها مروة؟ مو مشكلة. يلا شرحيها مروة حالها. يلا مرة ثانية الذكر يا إيلاف. يلا. اللعبة يا إيلاف تعتمد على ترتيب حكمة أو مقولة أو مثل شائع أو ترتيب جملة من الأصغر إلى الأكبر أو العكس، وهي تكون مكونة من 4 كلمات دائما. الحين لما أنت اتصلتي في رصيدك بيكون 20 ريال، بيطرح عليك السؤال الأول بمبلغ 20 ريال، وبيكون في رصيدك المجموع 40 ريال. الحين انت بيكون عندك اختيار، تقدري تواصلي وتقدري تكتفي بهالمبلغ. وان واصلتي واخطأتي في السؤال الثاني بيكون في رصيدك 20 ريال. يلا هذه هي المسابقة يا إيلاف، هذه هي مسابقة المها. جاهزة؟ ايوه جاهزة. ها يلا رتب العبارة الآتية. سؤالك يقول رتب العبارة الآتية. عبد الله اعطيها الكلمة. الكلمة يا صديقتي هي قارئاً. قارئاً. عزان إيش الكلمة الثانية؟ الكلمة يا إيلاف تكن. تكن. الكلمة الثالثة والكلمة اللي معاي يا إيلاف مبدعاً. مبدعاً. والكلمة الرابعة معاك يا ميثاء. والكلمة الأخيرة يا إيلاف كن. كن.
يلا هذه هي الكلمات ولازم تكوني لي عبارة وترتبي العبارة هذا تعطيني عبارة كذا يلا عندك الوقت يا إيلاف قارئا تكون كن مبدعا يلا ايش العبارة يساعدوك شكلهم يا إيلاف كن مبدعا تكون قارئا كلش عكستيها شوية هاي إيلاف يلا عندك الوقت ايش العبارة انت عكستيها شوية العبارة يلا الوقت الوقت يا إيلاف ها إيلاف إيلاف كن مبدعا هيا هيا يلا أقل من 10 ثواني يلا يلا سمعتها أيوة تكون مبدعا كن قارئا تكن مبدعا وبالفعل إجابتك صحيحة الحين صار عندك 40 ريال عماني لازم تركزي وتكوني أيضا سريعة حابة تكملي ها إيلاف راح أعطيك العبارة أول شيء كن قارئا تكن مبدعا وبالفعل القراءة أكيد تزيد من إبداعنا وتزيد من معلوماتنا صحيح إيلاف أيوة إيلاف الحين عندك 40 ريال عماني حابة تكملي؟ أيوة إذا وصلتي وجاوبتي إجابة صحيحة راح تأخذ 60 أما إذا أخطأتي في الإجابة راح يرجع رصيدك لل 20 ريال عماني خلاص؟ زين؟ أيوة يلا نشوف أيوة. الكلمات أول كلمة مع عبد الله يلا يا عبد الله الكلمة يا صديقتي إيلاف هي حماية حماية الكلمة الثانية معاك يا عزان إيلاف ركزي وكوني سريعة الأمان الأمان الكلمة الثالثة مع مروة والكلمة اللي معاي يا صديقتي وأمان وأمان والكلمة الرابعة معاك يا ميثاء الكلمة اللي معاي حزام حزام يلا عطوكي هذه مجموع الكلمات ولازم ترتبي لي الجملة يلا رتب الجملة عندك حماية أمان حزام وأمان وعندك الوقت كوني سريعة يلا يا إيلاف هيا 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 يقولوا ليش يا إيلاف حزام أمان حماية وأمان إيش عيديها مرة ثانية حزام وأمان لا 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 ركزي ركزي حزام لا أيوة إيلاف حزام و... حزام 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 أيوة الأمان حزام الأمان عبد الله وأمان أيوة عبد الله أعطينا العبارة حزام الأمان حماية وأمان حزام الأمان حماية وأمان وبالفعل جاوبتي إجابة صحيحة يا إيلاف تعرفي كم فزتي معانا؟ ها؟ 60 ريال عماني ألف ألف مبروك يا إيلاف نشكر إيلاف على هذه المكالمة نطلع فاصل صغير بعد لنا عودة خليكم معنا الآن أصداف وأهداف استغلال ممتلكات الوطن والتعدي عليها دون وجه حق يوقعك في المخالفة عمل الإشغالات على الأراضي البيضاء يعرقل مسيرة التنمية
رغبتك في التوسع لا تعني استغلالك لممتلكات الدولة. لنتعاون عزيزي المواطن للحد من هذه الظاهرة. نص المرسوم السلطاني رقم 56/2014، المادة 28. كل من يسعى إلى حيازة أرض مستعينا بوسيلة غير مشروعة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني ولا تزيد على 10,000 ريال عماني، كما يسقط حقه فيما يسعى إليه. مع تحيات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، جودة وتميز نحو خدمات بلدية ومائية وشراكة مجتمعية رائدة. الآن أصداف وأهداف. هيا هيا هيا. عودة جديدة لكم أعزائي المشاهدين أصدقاء الأطفال في برنامجكم أصداف وأهداف، والحين إن شاء الله راح نكمل باقي مكالماتنا وباقي اتصالاتنا مع أصدقائي الأطفال. معانا آلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا آلاء؟ بخير والحمد لله. كيف رمضان معاك؟ زين. خبرينا إيش الأشياء اللي تسويها في رمضان؟ نسوي سمبوسة. سمبوسة أيوة. نسوي كيمات. أيوة. نسوي بكورة. أيوة سمبوسة وقيمات وبكورة، أحلى شيء صح؟ أيوة. عزان تحب القيمات؟ أحبه. تحبها؟ أيوة. أنت أمس ماكل قيمات صح؟ صح. وش ماكل أمس؟ إيش النوع؟ أنت تخبر إن أمك تسوي أنواع كذا حلوة صح؟ أيوة. أيوة إيش ماكل أنت أمس؟ لقيمات. لقيمات؟ أيوة. أيوة. جاهزة المسابقة يا آلاء؟ نعم. جاهزة؟ نعم. أنت جوعتينا وعاد ندخل على المسابقة. هيا آلاء حابة تقولي شيء؟ احميني إياها. زين خلينا نشوف المسابقة أول شيء وراح أفهمك إياها من عيوني. نشوف شيخة. يلا. يلا يا شيخة، إيش تتوقعي آلاء يطلع لك؟ الخنجر. يلا نشوف يمكن يطلع لك الخنجر ان شاء الله. وطلع لك الخنجر، حظك حلو يا آلاء. هيا آلاء. حلو. اشرح لك مسابقة الخنجر. ايوه. يلا عبد الله اعطيها مسابقة الخنجر. بالنسبة لهذه المسابقة صديقتي، سنقدم لك من خلالها مجموعة من المعلومات عن السلطنة، وسنتعرف من خلالها على الكثير من المعلومات التوعوية والهادفة في مختلف المجالات. كذلك سوف تكون معنا مسابقة أخرى في هذا الباب، وهي مسابقة أمنيتي مستقبلي، وهي مسابقة تعرفكم على المهن والأمنيات المستقبلية لكل واحد منكم، والتي يتمنى أن يعمل بها في المستقبل إن شاء الله لخدمة وطنه ومجتمعه. إذا هذه هي مسابقة الخنجر. شيخة تحييك يا عبد الله. آلاء. هيا هيا هيا. نعم. جاهزة المسابقة؟ نعم. يلا نشوف السؤال معاك يا آلاء، وسؤالك يقول: تحتفل السلطنة باليوم العالمي للمياه، متى تحتفل السلطنة باليوم العالمي للمياه؟ والخيارات موجودة معنا. عبد الله الخيار الأول. الجملة يا آلاء هي 22 نوفمبر من كل عام. 22 نوفمبر من كل عام. وانت يا عزان؟ خياري لك 22 فبراير من كل عام. 22 فبراير من كل عام. مروة شو الخيار اللي عندك؟
والخيار اللي معاي يا آلاء 22 مارس من كل عام. 22 مارس من كل عام، والخيار الأخير معاك يا ميثاء. دائماً أمجاد تنسى اسمي. ليش اسمي كذا دائماً؟ يلا أعطيها الخيار. والخيار الأخير يا آلاء 22 أكتوبر من كل عام. 22 أكتوبر من كل عام، آخر خيار مع ميثاء كان. يلا شو الخيار الصحيح؟ ها عندك الوقت. متى تحتفل السلطنة باليوم العالمي؟ تحلي علي عبد الله. تحلي علي. أعطيها الخيار يا عبد الله. 22 نوفمبر من كل عام. وانت يا عزان؟ 22 فبراير من كل عام. على السريع مروة. 22 مارس من كل عام. وآخر خيار مع ميثاء 22 أكتوبر من كل عام. يلا هيا 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 يلا يلا يا آلاء. مارس. مارس؟ وبالفعل إجابتك صحيحة 22 مارس من كل عام، الإجابة اللي كانت عند مروة صحيح؟ نعم. إذن صديقتنا طبعاً فزتي معانا بخمسين ريال عماني، ألف ألف مبروك يا صديقتنا آلاء. يلا ناخذ مكالمة ثانية. ميثاء بما أني أنا دائماً أنسى اسمك عشان أكفر عن هذا الشيء، يلا خذ المكالمة أنتي. ونقول السلام عليكم. معانا وسام. وسام السلام عليكم. يلا. وعليكم السلام. يا هلا ومرحبا وسام، من وين تكلمينا؟ من مسقط. يا هلا ومرحبا بكل أهالي مسقط. وسام. نعم. تساعدي الماما على الفطور؟ نعم. طبعا ايش مسوين اليوم على الفطور عشان أمجاد تجي عندكم؟ سؤال رائع. بما أنها جوعانة. سمبوسة. وش بعد؟ طيمات. أها. بكره. الله هذا احلى شيء، جوعتينا. عاد يجي افطر عندكم؟ انا ولد. انا ولد. انت ولد يا وسام. ايوه عارف انك انت ولد. هاي وسام ولا هي كانت كلمك على اساس انك بنيه؟ انا كنت اكلمه على اساس. يلا ما عليه. وسام زين عادي يجي افطر عندكم؟ ايوه ايوه عادي. خلاص زين عادي يجي معي. عزان عزان عادي يجي معي؟ عادي عادي. عزان فطور اليوم عند وسام. وسام دام عزان جاي يجهز فطور اكثر. يلا يلا نشوف المسابقه. يا وسام نشوف المسابقه. وسام. نعم. مستعد نروح للمسابقه ونشوف شيخه ايش تختاري؟ نعم. يلا نشوف شيخه. نشوف شيخه ايش تختاري يا وسام. تعرف المسابقة هذه؟ أكيد الحصن. نعم الحصن. مسابقة الحصن وسام. نعم. تعرف مسابقة الحصن صحيح؟ صحيح. يلا نشوف طبعا الكلمات والجمل مع زملائي. عبد الله الجملة الأولى. المعلومة يا وسام هي محافظات السلطنة 13. محافظات السلطنة. يا وسام انت قلت انك تعرف المسابقه، طبعا لازم تعطينا المعلومه الصحيحه ومن ثم تصيغ سؤال، صحيح؟ صحيح. يلا يلا عزان كمل. محافظات السلطنه يا وسام 11. محافظات السلطنه 11. الخيار الثالث او الكلمه الثالثه معك يا مروه. المعلومه اللي معايا يا وسام ولايات السلطنه 11. ولايات السلطنة 11. ليش يا شيخة مستعجلة؟ شوي شوي أعطيها المعلومة الأخيرة يا ميثاء. والمعلومة الأخيرة واللي معاي محافظات السلطنة 14. محافظات السلطنة 14. وما أنك تعرف المسابقة يا وسام، إيش المعلومة الصحيحة؟ يلا يا وسام خفض على صوت التلفزيون يا وسام واسمعنا من سماعة الهاتف. شو العبارة؟ محافظات السلطنة 11. محافظات السلطنة 11. متأكد؟ متأكد. أكيد ما تغير؟ أكيد أكيد. وبالفعل إجابتك صحيحة يا وسام، وفزت معانا ب 25 ريال عماني. يلا وسام. نعم. تعرف تصيغ سؤال يا وسام؟ نعم. يلا انزين اعطينا سؤال.
بما أني قلت أن المعلومة الصحيحة محافظات السلطنة 11. اسمع على المساعدة. كم عدد محافظات السلطنة؟ وبالفعل إجابتك صحيحة يا وسام. فاسمع أنا بخمسين ريال عماني. ألف ألف مبروك. عبد الله، إحنا الحين نتكلم عن محافظات السلطنة، إيش رأيك تعدد لنا محافظات السلطنة؟ يلا. إذا أصدقائي محافظات السلطنة 11 محافظة، وهي محافظة الوسطى، ومحافظة ظفار، محافظة مسندم، محافظة مسقط، محافظة الظاهرة، محافظة شمال الباطنة، ومحافظة جنوب الباطنة، محافظة شمال الشرقية، ومحافظة جنوب الشرقية، ومحافظة الداخلية، ومحافظة البريمي. إذا هذه هي محافظات السلطنة واللي عددها 11 محافظة. اليوم مشيخة شكلك نشيطة وكل مرة تطلع لنا. يلا ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. مروة حابة تاخذ المكالمة؟ أكيد. يلا معنا أحمد يا مروة. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم. كيف الحال يا أحمد؟ الحمد لله. الحمد لله. مين معك؟ يساعدوك يا أحمد صح؟ أمجد. هلا أحمد. أيوة أيوة أحمد. من جالس يساعدك؟ ماما تساعدك؟ أيوة أيوة. كم عمرك أنت يا أحمد؟ سبع. سبع سنوات صايم أحمد؟ سبع سنوات صايم؟ لا لا ما صايم. ليش؟ ليش كل اللي عمره بسبع سنوات ما يصوموا؟ أحمد أيوة. إيش رأيك تبدأ الصوم كذا شوي شوي ساعات قليلة وبعدين راح تتعود زين؟ تمام؟ أحمد أنت جاهز للمسابقة؟ يلا عندك مروة يا أحمد. تمام. يلا شوف مروة جاهز للمسابقة؟ أيوة جاهز. يلا إنزين نشوف شيخة إيش راح تختار له. يلا نشوف شيخة إيش راح تختار لأحمد. اليوم أحمد ما صايم يعني أنت أكيد نشيط خلاص متريق ومتغدي صح أحمد؟ متغدي؟ صح صح متغدي. ايوه ما علي. يلا شوف شيخة. نشوف شيخة ايش راح تختار لك يا احمد. مسابقة الخنجر. مسابقة اللبانة. مسابقة اللبانة عفوا. بخور. ايوه هو البخور. مسابقة اللبانة يا احمد. تعرف المسابقة؟ ايوه. تعرف المسابقة يا احمد ولا تبى حد يشرح لك اياها؟ أو يوضح لك؟ هاي أحمد راحوني إن شاء الله. المسابقة مع ميثاء وراح تشرح لك إن شاء الله. يلا يا ميثاء. مسابقة اللبانة يا أحمد هي عبارة عن أسئلة إجابتها دائما تكون مكونة من أربعة أحرف، وطبعا هذه الأسئلة تكون من جميع المجالات مختلف المجالات، فما عليك إلا أنك تجاوب أول شيء بدون مساعدة أي زميل موجود معي بالاستوديو. طبعا في حالة أنك تجاوب بدون مساعدتهم راح يكون في رصيدك 50 ريال، لكن في حالة أنك طلبت المساعدة من أحد الزملاء اللي موجودين بالاستوديو على كل حرف راح يقدموه لك كمساعدة راح ينقص من رصيدك 10 ريالات. إن شاء الله. جاهز صح؟ هيا هيا جاهز. هيا يقولوا لك هيا هيا. شيخة اليوم فرحانة شكلها ما صايمة. هيا الكل اليوم شكلها ما صايمة اليوم شيخة. يلا جاهز يا أحمد؟ يلا سؤالك يقول في أي ولاية تقع عين دربات وعين أثوم؟ في أي ولاية تقع عين دربات وعين أثوم؟ مرباط. تريد مساعدة؟ مرباط. مرباط؟ عدها لهي قربت أنت. يلا مش مرباط. ها؟ ظفار. ظفار؟ لا لا احنا قلنا أحمد ولاية. تحتاج مساعدة؟ عبد الله تساعده؟ أساعده. يلا لحظة تريد مساعدة؟ نعم. نعم؟ راح ينقص 10 ريالات وعندك الوقت. ها؟ طاقة. طاقة؟ أيوة. وبالفعل إجابتك صحيحة يا صديقنا أحمد. بالفعل طبعا تقع عين أثومة وعين دربات في ولاية طاقة. تعرف كم فزت معانا يا أحمد؟ ها؟ 25. 25؟ لا يا أحمد. لا حلو.
احنا كريمين احنا في رمضان، نعطيك 50 ريال عماني يلا. الف مبروك يا احمد. العفو يا احمد ولو. يلا ناخذ مكالمة اخرى، نشكر احمد، حلو هذه العفوية والبراءة من الاطفال. اكيد هو ما صايم، ان شاء الله يصوم بكرة. يلا معنا مكالمة اخرى، معنا اميرة. مرحبا يا اميرة. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخة، معنا اميرة. الو. يا هلا يا أميرة، كيف حالك؟ الحمد لله. أميرة من وين تكلمينا؟ من مسقط. من مسقط. أميرة خبريني، بديتي كذا بقراءة القرآن، تدبرة، معرفة كذا معنى الآيات، ها؟ أيوة. أيوة. تقرأي مع أخوانك ولا بروحك دائما؟ مع أمي. مع أمك، ما شاء الله، الله يقويكم إن شاء الله وتختموا القرآن كله. أميرة جاهزة؟ أيوة. يلا نشوف شيخة إيش راح تختار لك يا أميرة. يلا يا شيخة إيش راح تختاري، شو تتوقعي؟ ها؟ الخنجر. تتوقعي الخنجر أو تتمني الخنجر؟ إن شاء الله. يلا نشوف. ها اختارت لك مسابقة المها، تعرف المسابقة؟ ها؟ لا. أميرة ركزي معانا شوية وكوني نشيطة، ما تعرف المسابقة؟ هيا لا. هيا هيا. يلا وشيخة تقولك هيا، بس قصري على صوت التلفزيون وسمعينا من سماعة الهاتف. شوفي المسابقة طبعا مع زملائي راح تكون كلمات وانت ما عليك غير انك ترتبي، تمام؟ تمام. يلا سؤالك يقول رتب المقولة الآتية وأول كلمة معاك يا عبد الله. الكلمة يا صديقتي أميرة هي من أساء. من أساء. الكلمة الثانية مع عزان. الأم. ها؟ الإجابة. الإجابة. الكلمة الثالثة معاك يا مروة. والكلمة اللي معايا يا أميرة أساء. أساء. والكلمة الرابعة مع ميتاء. والكلمة الرابعة اللي معاي يا أميرة السمع. السمع. إذن هذه هي الكلمات ولازم ترتبي لي المقولة وعندك الوقت. يلا بسم الله. يلا إيش راح تجاوبي؟ إيش هي المقولة؟ من أساء. الإجابة السمع أساء. وعندك الوقت. يلا يا أميرة. من أساء الإجابة أساء السمع. من أساء الإجابة أساء السمع. وبالفعل إجابتك، ها؟ أنا شوية لخبطت بعد معاكي، ها؟ أميرة أنا لخبطت معاكي. من أساء. من أساء السمع أساء الإجابة. من أساء السمع أساء الإجابة. بالفعل إجابتك صحيحة. طبعا أميرة أنت بما أنك طلع لك المها أكيد في البداية راح يكون في رصيدك 20 ريال عماني، مع إجابتك إجابة صحيحة لهذا السؤال صار في رصيدك 40 ريال عماني، تمام يا أميرة؟ نكمل؟ طبعا إذا كملت جاوبت صح راح تحصل 60، أما إذا أخطأت في الإجابة وما وفقت فيها راح يرجع رصيدك لل 20 ريال عماني، تمام؟ تمام. تمام يلا نكمل؟ أيوة. سؤالك سهل يقول رتب الحروف الأبجدية الآتية حسب تسلسلها. رتب الحروف الأبجدية الآتية حسب تسلسلها. أول حرف معاك يا عبد الله. الحرف يا صديقتي هو حرف الباء. حرف الباء. ركزي. الحرف الثاني معاك يا عزان. حرفي هو جيم. حرف الجيم. الحرف الثالث معاك يا مروة. والحرف اللي معايا يا صديقتي حرف الميم. حرف الميم. والحرف الأخير معاك يا ميتاء. والحرف الأخير يا أميرة حرف الياء. حرف هيا الياء. هيا. إذن هذه هي الحروف وشيخة أيضا تشجعش وتقولش هيا يلا رتبي لي إياها حسب تسلسلها. باء جيم ياء ميم. إما تأخذ 60 وإما يرجع رصيدك للعشرين ريال عماني. ركزي للوقت أو على الوقت. باء جيم ميم ياء. باء جيم ميم ياء. متأكدة؟ أيوة. عبد الله جابتها صح؟ ما أعتقد. ما تعرف؟ عزان صح الإجابة؟ صح. صح؟ مروة طبعا عارفة الإجابة؟ ها؟ صحيحة؟ أميرة؟
أميرة بالفعل إجابتك صحيحة يا صديقتنا أميرة، ووفقت في إجابة هذا السؤال وحصلت معانا على 60 ريال عماني. ألف ألف مبروك يا أميرة. يلا نطلع من بعد هذه المكالمة مع أميرة إلى فاصل قصير، بعد إن شاء الله لنا عودة، خليكم معانا ولا تروحوا بعيد. الآن أصداف وأهداف. الحيازات غير القانونية هي كل فعل أو إشغالات تقع على الأراضي الحكومية دون وجه حق أو سند تملك للموقع. حيازة الأراضي البيضاء وتسويرها بالمواد الثابتة وإنشاء غرف أو ما يسمى بالعرشان والقيام بغرس الأشجار بداخلها والقيام بإدخال مساحات إضافية على مزارع أو منازل قائمة، إضافة عزب أو حظائر للحيوانات بقصد حيازة الأرض وامتلاكها. فلنتعاون عزيزي المواطن للحد من هذه الظاهرة. مع تحيات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، جودة وتميز نحو خدمات بلدية ومائية وشراكة مجتمعية رائدة. هدايا كثيرة مع برنامج مكاسب من عمان تيل. احصل على مكالمات مجانا، الانترنت مجانا، رسائل نصية مجانا، تخفيضات على الفواتير، قسائم شرائية. مرحبا بك في عالم من المزايا مع برنامج مكاسب من عمان تيل. للتسجيل اتصل على نجمة 224 مربع او تفضل بزيارة www.omantel.org. الان أصداف وأهداف. أنا الشيخ. هي يوهو. هي. رجعنا لكم أصدقائي الأطفال من بعد هالفاصل، والحين إن شاء الله راح نكمل المكالمات ونقية مستعجلة معنا ميس. السلام عليكم يا ميس. وعليكم السلام. كيف حالك يا ميس؟ خير. ميس من وين تكلمينا؟ ها؟ أنا من بهلة. من بهلة، يا هلا ومرحبا بكل أهل بهلة. ميس صايمة أكيد صح؟ أنا بخير. ها؟ نعم. صايمة؟ كيف الصيام زين؟ ها؟ تعبانة أنت؟ في تعب في الصيام ولا الحمد لله؟ الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله ما في تعب. ميس جاهزة للمسابقة؟ نعم. يلا، نشوف شيخة إيش راح تختار لك يا ميس. شيخة اليوم شكلها ما صايمة لأنها متحمسة وكل مرة تطلع لنا. يلا، نشوف شيخة، إيش تتوقع يطلع لك؟ الخنجر. الخنجر؟ إن شاء الله يطلع لك الخنجر، يلا. نشوف. يلا يا شيخة. أيوة شيخة اختارت لك مسابقة الخنجر. بالفعل حظك حلو. تعرف المسابقة صحيح؟ نعم. يلا زين أعطيك السؤال خلاص؟ نعم. يلا أوكي. سؤالك يقول: قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. من هذه الآية تحث على ماذا؟ والخيارات موجودة مع زملائي. عبد الله شو الخيار الأول؟ الخيار الأول يا ميس هو بر الوالدين. بر الوالدين. الخيار الثاني معاك يا عزان. اتخذ عزان. وخياري لك الأمانة. الأمانة الخيار الثالث معاك يا مروة. والخيار اللي معي يا صديقتي ميس الصدق. الصدق. والخيار الأخير مع ميثاء.
والخيار الأخير يا ميس التعاون. التعاون كان آخر خيار مع ميثاء. يلا الآية تقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. على ماذا تدل هذه الآية؟ يلا يا ميس السؤال ما في أسهل منه. بر الوالدين. بر الوالدين أكيد؟ نعم. عزانة جابتها صحيحة؟ نعم جابتها صحيحة. صحيحة وبالفعل إجابتك صحيحة يا صديقتنا ميس، ما شاء الله عليك شطورة. وتعرفي طبعا فزتي معانا بخمسين ريال عماني مقدمة من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة. أشكرك يا ميس. طبعا إحنا في الأيام الماضية كان أول شيء دور عزان يقرأ القصة، بعدين دور عبد الله، والحين جاء دور ميثاء عشان تقرأ القصة. ميثاء أي قصة قريتي؟ طبعا أنا قرأت قصة ملكة الأمهات. أها. فهذه القصة طبعا الكاتبة تتحدث عن قصة واقعية. هذه قصة واقعية تتحدث عن أحد الجدات التي كانت تحافظ على والدتها كثيرا رغم كبر سنها، وكانت لا ترغب بمساعدة أي أحد بالقيام بأعمال والدتها. وعندما أحضر لها أخيها خادمة كي تساعدها، رفضت أن تقدم العاملة أن تقوم العاملة بأعمال أمها، وكانت تقول عندما يسألونها عن السبب: لأن أمي حملت بي 9 أشهر لم يساعدها أحد على حمل بطنها وأنا فيه، وحين كنت أمرض لم تكن تنام، وحين كنت أبكي ليل نهار لم يتحملني غير أمي، وحين أحزن كانت هي فرحتي، وحين لم يكن لدينا طعام كانت تعطيني من طعامها، واليوم لا أستطيع أن أرد حق أمي علي ولو بجزء بسيط. طبعا نكتفي بهذا القدر من القصة. أيوة. يا أمجاد. وطبعا أكيد كل قصة لازم نطلع منها باستفادة، نستفيد من هذه القصة. أنا عن نفسي استفدت أنه لا تنسوا أمهاتكم، وتذكروا أن الجنة تحت أقدام الأمهات. صحيح. الأم هي مصدر الخير، فلا تغضبوا أمهاتكم وكونوا معهن دائما حتى تكونوا حياتكم أجمل. حافظوا على أمهاتكم فالجنة تحت أقدام الأمهات. صحيح أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وإحنا دائما لازم نبر بالوالدين. الأم والأب دائما لازم نقدم لهم الاحترام ونجازيهم على تعبهم ورعايتهم لنا بالإحسان. طبعا عبد الله أنت استفدت شيء من هذه القصة صح؟ صح. حاب تقول شيء عن الأم؟ أيوه. يلا خبرنا. أصدقائي علينا أن نحترم الأمهات ونحرص على تقديم كل أنواع المساعدة لهن في المنزل وتقديرهن وإكرامهن. قال تعالى وبالوالدين إحسانا. أكيد هذه معلومة حلوة طبعا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن شاء الله كذا نعمل بهذه الآية. عزان حاب تقول شيء كذا لماما؟ حاب أقول. يلا تفضل. أقول عن الأم أنها ربتني واعتنت بي عندما كنت صغيرا وحتى وأنا كبير. أنا أحب أمي حبا جما، خاصة عندما تكبر، لأنها بالحاجة الماسة لنا. لا تعصوا أمهاتكم وعلينا أن نبرهن. صحيح. أتمنى أنكم كذا تسمعوا النصيحة من عند عزان. مروة حابة تقولي شيء كذا عن الأم؟ أكيد الأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء. الأم هي التي مهما حاولت أن تفعل وأن تقدم لها لن تستطيع أن ترد جميلها. الله يحفظ أم إن شاء الله ويحفظ جميع أمهات المسلمين. آمين. الله يحفظ إن شاء الله أمهاتنا. بكذا وبهذه القصة إحنا إن شاء الله رح نختم مسابقاتنا ورح نسحب الأسمس على 3 فائزين لكل فائز 100 ريال عماني، يعني مجموع المسابقة 300 ريال عماني. نشوف من صاحب الحظ السعيد. الثلاثة هم أصحاب الحظ واللي راح يفوزوا معانا ب 100 ريال عماني. يلا يلا نقول بسم الله، من راح يفوز معانا يا ترى؟ ألف ألف مبروك لصاحب الرقم 9627323، 9627323. ألف ألف مبروك، 100 ريال عماني. نكمل الفائز الثاني. يلا
من راح يفوز معانا ألف ألف مبروك لصاحب الرقم 9521225 9521225 ألف ألف مبروك 100 ريال عماني. آخر فائز معانا في برنامج أصداف وأهداف لهذه الحلقة. يلا ألف ألف مبروك لصاحب الرقم 9419993 9419993 4. ألف ألف مبروك لكل الفائزين. نستعرض اسمهم. إذا أصدقائي الأطفال طبعا نبارك لجميع الفائزين معانا. بكذا إحنا نكون وصلنا. معنا مكالمة؟ بعدنا. يلا معنا شهلة. أنا مستعجلة أختم. يلا معنا شهلة. السلام عليكم يا شهلة. وعليكم السلام. كيف حالك يا شهلة؟ زينة بخير. شهلة؟ شهلة؟ نعم. جاهزة للمسابقة يا شهلة؟ نعم. مستعدة؟ يلا نعم. يلا نشوف شيخة ايش راح تختار لنا يا شهلة. نعم يا شهلة. نشوف شيخة. يلا يا شيخة ايش تتوقع يا شهلة يطلع لك؟ هاي يا شهلة ايش اكثر مسابقة حبيتيها وتحب انها تطلع لك الحين؟ المها. المها. يلا ان شاء الله تطلع لك مسابقة المها. يلا يا شيخة ايش راح تختاري لي شهلة؟ واختارت لك مسابقة الحصن. بعد مسابقة الحصن مسابقة رائعة. أكيد تعرف المسابقة صحيح؟ هاي شهلة؟ نعم. يلا تمام. راح لازم تعطينا المعلومة الصحيحة. احنا راح نعطيك خيارات وتطلعين المعلومة الصحيحة بعدين تصيغي لنا منها سؤال. نقول بسم الله. وأول معلومة معاك يا عبد الله. المعلومة يا شهلة هي الكويت الريال عملة. الكويت الريال عملة. المعلومة الثانية معاك يا عزان. دائما مبتسم عزان. يلا. الكويت الدرهم عملة. الكويت الدرهم عملة. المعلومة الثالثة معاك يا مروة. أما المعلومة اللي معايا صديقتي الكويت الليرة عملة. الكويت الليرة عملة. وآخر معلومة معاك يا ميثاء. واخر معلومه معي بما ان اليوم ما لحنت المعلومات اللي معي لامجاد راح الحن لك المعلومه واقول لك ركزي يا شهله. الكويت الدينار عمله. الكويت الدينار عمله. بما ان لحنوها خلاص معروفه. الرابعه عشان لحنوا لك اياها جابوا لك اياها بايقاع يعني ولا هاي شهله. الرابعه زين العمله. الكويت الكويت الدرهم العملة. درهم. انت قلت الرابعة. الرابعة يا شهلة الكويت الدينار عملة. الكويت الدينار عملة. خلاص هذه الإجابة ما تغيري؟ نعم وبالفعل إجابتك صحيحة يا صديقتنا وفزتي معانا ب 25 ريال عماني. بما أن عملة الكويت الدينار لازم الحين تصيغي لي سؤال. يلا يلا بسرعة الوقت. هيا هيا هيا. ما هي عملة الكويت وشيخة حقيقي؟ وبالفعل إجابتك صحيحة فزتي معانا ب 50 ريال عماني. ألف ألف مبروك يا شهلة وشاكرين لك اتصالك. إذا الحين نختم خلاص. إذا أصدقائي الأطفال بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. أتمنى أنكم استمتعتوا معانا واستفدتوا بكل المسابقات اللي قدمناها لكم. نشكر جميع زملائنا اللي شاركوا معانا. عبد الله أشكرك على المشاركة. شكرا لك يا أمجاد وشكرا لكل من شاركنا وشكرا لكل من تابعنا. اللقاء يتجدد بكم ومعكم في نفس الموعد. إلى اللقاء. أيضا نشكر زميلنا عزان. العفو. العفو خلاص هذا اللي حابة تقوله. ما حابة تقول شيء ثاني؟ ها؟ نلقاكم إن شاء الله بكرة. يلا نشكر أيضا زميلتنا مروة. العفو يسعدني أني أشارك في البرنامج وشكرا لأصدقائنا اللي يشاركونا في المكالمات. إن شاء إن شاء الله إن شاء الله لقاءنا يتجدد غدا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا ميثاء.
شكرا لك يا أمجاد وشكرا لكم أصدقائنا الأطفال، وأوجه تحية لأمي ولجميع أمهات أصدقائنا الأطفال، وطبعا أوجه تحية لأم أمجاد وتدير بالها عليها اليوم على الفطور إن شاء الله. إن شاء الله أشكرك يا ميثاء، أتمنى أن تحياك وصلت إذا أصدقاء الأطفال. غدا يتجدد اللقاء بكم من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، ومع السلامة. أنا شيخة، السلام عليكم. أسئلة أجبناها، غنات ملأناها بإتقان، كسبناها سعدنا إذ لعبناها لعبناها لنسمو في معانيها وأطروحات ما فيها على شاشاتها هن تعلمنا تقدمنا قديما صوبوا أهلنا.